اوه صار يسوي تورنيدو. وات عم يسوي تورنيدو؟ عم يسحب لي. ما اتوقع اسوي له دامج في الفيسين. هلو السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بحلقه جديده من تراريا مود. طبعا حلقه اليوم حتكون للكوين جيلي فيش، واتوقع حتكون للهايف مايند. الايتر فورس كمان حنسويه، بس انه ما اتوقع في احد متحمس عليه. على العموم معي شغله جديده، اول شيء معي هالسمكه لاني رحت فرمت هدول الشغلات، لان السيسكل والسيسكل طبعا بتجيبهم من بس بتقتل سكويد، بتقتل جيلي فيش، وبتقتل قرش بالمحيط بهالمكان. اوكي، في شغله حجملها على السريع اتوقع، اللي هو هذا البينفلوت. البينفلوت طبعا بيعطيني، او بس اجيبه بسهوله، بس اروح الجنجل وبيعطيني 21 سيفونيك دامج، واللي هو شيء كتير منيح. هالشيء فنان. تدمج، ارجع ريكول وارجع مره ثانيه. اللي بدي اياه حاليا هو السبورت، انه ما في معي سبورت ابدا. اوكي، حط ضفدع. ضفدع عبسته كتير عاليه. وهيدول هن السبورت. هلا دمجت، برجع بهيل وبعدين برجع بكمل. وبس هذا اللي بدي اياه. هلا اتوقع بس برجع الانفل وبسوي السلاح اللي هو هذا البون فلوت. نايس، وكمان بسوي هاش. نايس، هو عباره عن سبام. اول شيء اكتشفت انه هالبني ادم بهيلني، هالفنجس وين رايح؟ هالبني ادم اكتشفت انه بهيلني، بس يدمج شغله وانا اكون على مجاله، بيرمي علي شغله اللي هي الزرقاء هاي اللي عم تفرجوا عليها. هاي بتعطيني اتش بي. ثاني شغله اجتني هاي واللي هي عباره عن راديان دامج. راديان دامج عكس السايفونيك، هن اثنين عباره عن سايفونيك وراديان. ف هاي راديان. الثاني اللي هو البن فلوت اللي هلا جبته اللي حكينا عنه، وهذا وكمان ها بيسوي كتير دامج، بس بياخذ كتير من هاي الموسيقى. شغله هالقرش اعطاني شغله كوبول. اتس اودلي وورم اتراكت شو فوربيدن وان. اوه شيت، شو هذا؟ اوكي عرفت شو هذا. ما اعرف صراحه شو هذا، مدري شو هذا، ما عندي فكرة شو هذا، بس عاجبني شكله. اوكي معناته خلينا نبلش بهذاك البني ادم. معي ايرون سكن حشربه، بس مش مشان نشوف شو حيصير. اول شيء خليني احاول اشيل الماب وارجع لورا. وينك؟ الو جيلي فيش، ولا مرة قتلت هالبني ادم. ها اوه عم يطلع جيلي، المفروض اقتله بالمي. المفروض اجيب معي بو. هالاسلحة ما هتنفع ابدا. هدول اتوقع هن اللي بيسووا الدامج، بس المصيبة فيهم انه لا، هذا ممكن يشتغل. يب هذا اتوقع حيشتغل. سوي الزفت تبعك. نو نيفر مايند، ما عاد اشتغل. سوي ما عمر ضيق. اوه بس بياخذ مانا. شي حلو انه ما بيسووا دامج ابدا ابدا. بس المصيبة الثانية انه انا ما بسوي دامج كمان. لو رايح بالشغلات العادية كنت عم بسوي دامج احسن من هيك، بس ما عم بسوي شيء. وكمان للاسف هالزعيم ما في له موسيقى خاصة فيه. اوه صاير يرمي طابات اكثر، صار في شغلات فوق. خليني احاول اقتلهم، لانه ما في شغلة هو حيسوي لها سبون حتكون مليحة لإلي ابدا. نايس قتلتهم. هلا بطل يسوي الشغلات هذي اللي هو شيء كثير حلو. اتوقع اها هلا فهمت. هدول الشغلات الصفراء اللي فوقه هن اللي بيطلعوا هاي الطابات. هدول جداد، هدول كلهم جداد. استنى شوي، وين جلي؟ هدول اللي عم بحاول اقتلهم فوق. اوه شو هذا؟ حاول استخدم هذا لانه هذا كثير منيح. ممكن لازم استعد احسن من هيك. وصلنا هلا لسه على نص الفايت بس. فنجس تبعي وينه؟ اختفى، بس اختفى. الصمت تبعي اختفى. هلا هتالي رجع، لانه هاب بيعطيني هيلث، هاب بيعطيني هيلث محترم. فلما يختفي او طلعوني فوق. لا اوه صار يسوي تورنيدو. وات عم يسوي تورنيدو؟ عم يسحب لي. اوكي
صار يطلع ليزر بسبب من الأسباب. لا تصب الطابة. اوكي نايس. رجع يسوي التورنيدو. التورنيدو هذا مسحبني بس بالداش طبعا طلعت برات المكان كله. انا اسف للأسلحة التانية اللي حاولت قديش انا العب فيهم بس ها سلاح احسن واحد بيناتهم. نحاول اقرب شوي واتوقع هون حقت له صح؟ لا لسه كمان. نايس. ونزل لي ام بي سي. هنشوف هال ام بي سي شو ببيع. شوب دايفر سوت صنارة ما بدي الايدل تبعها الا لو بتنزل شغلة منيحة تعطيني ميلة دامج سلاح ماجيك واللي ممكن يكون منيح و بلندر باس وعطتني سلاح الماجيك تبعها. مسافته كتير قريبة بس اتوقع انه كتير قوي. استخدم مانا. هذا حيكون كتير منيح ضد الايتر فورد اتوقع. 21 دامج اللي معي كان بيسوي 18 دامج وفوق هالشي كان منيح كتير. اوكي هلا اتوقع انه حستعمل هدول السلاحين ضد الايتر فورد ف رح يكون بسيط. هنجيبه وجت معي الكينج سلايم شغله فهلا هيك المفروض نقتله بسرعه. صح جبت معي بفات كمان. ايش بفاتي بس مشان المانا. نجرب هالسلاح ضده لان اتوقع انه هالسلاح كتير منيح ضده. يب هذا هو اللي بدي اياه بس افز عليه مو مهم راسه ولا رجليه بس افز عليه. اتوقع انه هذا سلاح مو كتير منيح. هذا ممكن يكون احسن منه. يب هذا احسن منه. عبارة عن فوضى. ما في شيء ممكن احسن اسويه. بس ماسك الموت وبس عم بفز عليه. ما في اي شيء تاني ممكن احسن اسويه. وهذا هو. هذا هو الليتر فوردز. كوتر. شو جاب البني ادم لهون؟ بدي الارمي تجي. ما بدي اياك انت. عم يسوي في واحد تاني اجا؟ ما جاي افرمهم. حلو عني. فهلا اللي عم بحاول اسويه انا ما بحاول افرم سكاوتر طبعا. اللي عم بحاول اسويه هو ها زعيم. في هون زعيم لازم نقتله بعد شوي. فعم بحاول اجيبه. او عم بحاول اسويه للساحة كنت. وسويت له الساحة. اتوقع انه هاي الساحة ممكن تكون منيحة. ما بعرف ما قتلته بعد الابديت ابدا. فممكن يكون السيطة عبارة عن فوضى. ممكن لا. بذكره كان سهل لاخر فيس. فخلينا نشوف. طبعا هاتله بنفس الاسلحة. فخلينا نشرب بفاتي. وقاتلوها من كلامتي فالمفروض يكون صعب. او الاقل المفروض. شوف الدامج عم اسوي عليه. صح. نسيت. في له اكثر من ده. ما بتذكره كان هيك ابدا. ابدا ما بتذكره كان هيك. في دودة كمان بالارض. ما انتبه. لا. ما اتوقع اسوي له دامج. في له فيسين. يا رب يكون له فيسين. مجرد الفيس الاول اللي بيكون واقف فيه بس ما عم يسوي شيء. المفروض اسوي له دامج خرافي بهالفيس. لا اوكي خلني. هذا هو الفيس الثاني. لا 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 هذول الشغلات كرهينة كثير. في عم ينزل تبع المطر كمان حمود. اوكي دا لازم اسلحة احسن. هذول الاسلحة ما عم يسوي دامج ابدا. دا عندي اتش بي بس بعد 15 ثانية.
هات هذا يجرب هالسلاح عليه. الله أعلم كيف يشتغل. لا 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 ولد حج ما أتوقع مشتغل منيح. أوكي هذا 100% صحاني لأنني كنت قبل شوي لحنام زعماء كلهم كانوا ضعاف. هذا لا خلوه قوي ما كان قوي هيك. بذكره ما كان قوي هيك أبدا. 100% أسلحة معي ما هي قوية أبدا كمان. أوه صار يسوي علي داش. الهيد بوينت تبعه أنا ما بوافق فيه أبدا كمان. واضح عليه نصب. واضح عليه عبارة عن نصب نصب. نزلناها 25%. مفاتيح تروح مشان المانا. والايرون سكان كمان حيروح بعد 40 ثانية واللي هو بدي اياه. على فكرة السلايم بيسوي دامج لو ما انتبه. المونت اللي انا قاعد عليه. بيسوي عليه دامج محترم. كان بدي هذا زعيم من زمان. كان بدي زعيم فيه تحدي شوي. ما بدي كوين جيلي فاش. انا اسف كوين جيلي فاش بس اتوقع انه ما كان. سويتك متأخر شوي. بعد عني تو راسك. اوه هذا هو The Hive Mind. كمان بس موت غلط. اوكي ايبا من زمان كان بدي زعيم في تحدي نفس هذا. هوه خلينا نرجع. شو عطاني؟ يا رب يكون عطاني سلاح منيح لانه محتاجه. عطاني رينج. قلتوا لي اركز على الرينج بس ما حركز على الرينج. حركز شوي على الماجيك لان او مو شوي حركز كتير على الماجيك. هالشي كان المفروض يكون كتير منيح ضد الايتر فورز بس ما واجهنا اي مشكله ضد الايتر فورز. الترو شادو سكيل هدول اتوقع هي يعطوني اسلحه منيحه. رينج ماجيك ماجيك 24 ماجيك ها نايس. ممكن خيبه بده 1000 شغله. ايش بده 1000 شغله؟ معي هاي وما معي هاي ما معي هاي لانه هاي لازم انزل على الدنجن. برفايت جيل نسيت من اصلا بجيبه. ها ستيلث ارمر اتوقع او شي هيك. ها سمن رينجد ميلا وميلا. هذا هو سلاح الرينج اصلا. استنى شو عم يستخدم؟ جيل هذا فليم ثروور. اوكي 66% نوت تو كونسوم جيل. هاي غريبه. وهذا الهاستي روتن برين 10% increase damage من below 75% نايس. ما حستعمله بشي اصلا بس كنت عم باخذ احتياطاتي. العموم اعطاني سلاح الماجيك كمان. او لا هل شو اسمه 10% increase damage بس اكون تحت ال 75% لايف يعني بس اكون اتش بي تبعي مجرد 25% و 50% بعطيني 5% increase damage. ما اتوقع منه فائدة. العموم هذا كان كل شيء. اتمنى انه عجبكم الفيديو. اتمنى انه استمتعتوا بالحلقة. اتمنى انه ما تكون كتير قصيرة عليكم كمان كالعادة. هذا كان كل شيء. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك تشترك بالقناة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ومع السلامة.